كم موقف قلت فيه انا مالي؟ الكلمة دي تقريبا كانت سبب في مصايب كتير حصلت، كانت ممكن تتمنع لو بس حد فكر ان هو يتصرف في ايجابية وما قالش انا مالي. اخر فترة حوادث قتل كتير تقريبا حصلت، بدأت بس بخناقة او اتنين شدوا مع بعض او كان في واحد وواحدة بيزعقوا، وصلت لمصيبة. ما هو اصل اللي اتقتل ده ما كانش عارف انه هيتقتل، والقاتل لو كان حد هداه ما كانش قتل. الناس بقت بتشوف المشكلة بتحصل ما بتحاولش تتدخل عشان تحلها. لو تفتكروا حادثة الذبح اللي حصلت في اسماعيلية، الناس كانت شايفة الشخص واقف بسكينة بيهدد شخص تاني، ما حاولتش حتى ان هي تتدخل، ما حاولتش ان هي تحاول تمنع اللي هيحصل ده قبل ما يحصل. اللي حصل ان كان الناتج بعد ما الحادثة حصلت والشخص اللي كان بيقتل شخص قتله، في واحد كان بيتفرج على الحادثة وقال انا مالي، خب بعضه وادى ظهره للحادثة وكمل طريقه، الطعن بظهره في سكينة. دلوقتي ما بقتش قلت انا مالي بتأذيك انت، بتأذي شخص تاني، بتأذيك انت شخصيا. الشخص ده اتضرب بظهره في سكينة لان هو ما حاولش يمنع الضرر ده في البداية عن حد تاني، وكانت النتيجة ان هو نفسه الضرر اللي هو لو كان في البداية حاول يكلم الشرطة او حاول يمنعه بالقوة ما كانش هو هيتأذي. بس كل واحد دلوقتي بقى بيخاف على نفسه، بقى بيقول انا لو دخلت هتأذي انا مالي. ناس كتير دلوقتي بتشوف كلاب وقطط وحيوانات بتتسمم ميتة في الشارع واقعة، كان ممكن يلحقها او يحاول يساعدها، ياخدها يوديها لدكتور حتى بيطري، كله بياخد بعضه يمشي يقول انا مالي. حتى دلوقتي لو حد طلب مساعدة عامة، طالما ما طلبهاش مني انا شخصيا يبقى انا مالي، والنتيجة ايه؟ كله بيفضل يتواكل على بعضه، كله بيقول ما هو ما قاليش انا، والنتيجة ان الشخص اللي طلب المساعدة ده محدش بيساعده في النهاية. اللي جايز اصلا تكون المساعدة اللي هو كان محتاجها مجرد ان هو عايز حد يتكلم معاه، عايز حد يشتكي له من حاجة حصلت، او حتى عايز حد يساعده في حاجة في حياته تحسسه ان الدنيا لسه فيها خير، بقى لسه ممكن حد يساعدك. الشخص بقى محتاج احيانا حد يحسسه ان الدنيا ما ضاقتش بيك، لانها لو ضاقت بيك هتوصل للانتحار. بالمناسبه حالات كتير من الانتحار كانت ممكن ان هي تتلحق لو حد بس فكر بايجابيه وخد قرار بسرعه واتحرك لحظه بدري، حاول ان هو يعقل الشخص ده قبل ما ينتحر. لكن ايه اللي بيحصل؟ الناس بتبقى واقفه بتتفرج، تخبط كف بكف وتقول لا اله الا الله، هو عمل في نفسه كده ليه؟ ده نوع تاني من انا مالي، بس بنبرره لنفسنا بان هو اللي عمل في نفسه كده. الانتحار ده اصلا اللي كان ممكن يكون بسبب تنمر حصل على شخص، وبدل ما نحاول نمنع الشخص اللي كان بيتنمر على حد وننهره ونحسسه ان اللي هو بيعمله ده مش مقبول، نحاول ان احنا نعرف الشخص اللي في حد اتنمر عليه انه كويس وان انت مقبول وسطنا وان احنا عايزينك، بنسكت، بنقول انا مالي. او حتى في ناس بتشارك في التنمر ده، ممكن تضحك وتزود على الشخص ده لحد ما يوصل للتنمر ده بيؤدي للانتحار. دلوقتي بقى الناس بتبص كده على بعض، كل واحد ماشي في حاله، انا ماليش دعوه. بقى في جمله منتشره وسطنا بنشوفها كتير على السوشيال ميديا، نحن نعيش في اسوأ عصر في التاريخ، نحن وسط اقذر مجموعه بشريه على الاطلاق. الناس بقت دلوقتي بتقيس كل حاجه بمبدا لقمه العيش، انا هستفاد ايه من ده؟ ما بقاش في مشاعر ولا انسانيه ولا ان انا هعمل ده عشان انا محتاج اساعد الشخص. بقى دلوقتي هي كلها حسبه، 1+1=2، انا هقدم لك حاجه، ايه اللي انا هاخده منك وايه اللي انا هستفيده؟ هي بقت معادله، لو لقيت ان انا هقدم من غير ما اخد فانا ما بحاولش اعمل ده، انا ما استفدتش حاجه. دلوقتي ما بقاش ينفع ده يحصل، احنا بقينا بنكسل حتى ان احنا نساعد الناس واحنا في مكاننا. قضايا كتير على السوشيال ميديا كانت ممكن مصيرها تتغير لو بس الناس جربت ان هي تشاركها، جربت ان هي تحاول توصل ده ترند، لان احنا عارفين دلوقتي ان بقى في باور للسوشيال ميديا كبير جدا. بقى ممكن قضيه كامله مصيرها يتغير بمجرد ان الناس عرفتها للناس، الناس نشرتها اكتر بينهم وبين بعض، بقى في حد بينادي بصوت الحق. احنا بقينا نكسل نعمل شير، بقينا بنمتنع عن ده وبنستتفهه علشان بنحافظ على كاريزما الاكونت، بنقول انا مالي، والنتيجه ايه؟ ناس كتير حقها بيضيع. دلوقتي ما بقاش فكره ان انت ما تقولش انا مالي ده هيضرك انت بس او هيضر غيرك، ده بقى بيضر المجتمع. انت حاليا بقيت مطالب انك تفكر في كل مشكله بتواجه مجتمعك،
كل مشكله بتواجه البلد انت مطالب انك تفكر في حل ليها، تحاول توصل انا ازاي اقدر اغير ده، تحاول تسعى انك تغير الفكره دي، تحاول ان انت توصل المبدا اللي عندك. جايز يكون ده حل المشكله اللي الناس كلها بتدور عليه ومستنياه. تقريبا لو بصيت في التاريخ هتلاقي كل الاختراعات اللي طلعت في التاريخ كانت مبنيه على المنطلق ده، الحاجه ام الاختراع، والناس محتاجه حاجه فانا هخترعها عشان اوفر للناس دي اللي هي محتاجينه. حتى دلوقتي الشركات بقت دايما في تقريبا ديبارتمنت موجود في كل شركه اسمه CSR Community Social Responsibility. الديبارتمنت ده كل هدفه ان هو يحاول يخلي المجتمع افضل، يحاول يدعم الافكار اللي فعلا هتسهم في تطوير المجتمع. بقى المبدا العام في المجتمع ان انت مش عايش لوحدك، ما ينفعش تقول انا مالي. دلوقتي بقى بتفكر ان ازاي ان احنا هنشارك في ده، مش ان في شخص عنده مشكله هيحلها لوحده. حتى نفس الموضوع ده لو جيت بصيت له هتلاقيه كان في كل الثورات اللي فاتت، كل الثورات بدايه من اول جيفارا مرورا مسعد زغلول ومصطفى كامل مانديلا وثوار 25 يناير و30 يونيو الاحرار، كلهم كان عندهم نفس المبدا. كل واحد فيهم ما فكرش في نفسه، ما فكرش ان انا هسيب مشاغلي ومصالحي وان انا هنزل اعتصم مثلا او ان انا علشان اوصل وجهه نظري. ده كله علشان هو انكر نفسه، ما قالش انا مالي، غير الانا اللي جواه فغير العالم معاه. مصاير بلاد كتير اتحددت بسبب الثورات دي، بسبب ان ناس بان منها اعتراض على فكره معينه، رفضوا المبدا ده وبالتالي اتغير. لو كل واحد فيهم كان قال انا مالي ما كانش المصير ده هيتغير، كان كل واحد هيفضل قاعد في بيته والظلم هيفضل مستمر. دلوقتي ما بقاش مطالب منك انك بس تقول ما تقولش انا مالي في حدث غلط بيحصل. انت ما بقاش ينفع تقول انا مالي في فكره غلط بتتقال وانت عارف الصح بتاعها. خليني احكي تجربه عن الموضوع ده انا مريت بيها، وهي ان انا كنت تقريبا من وانا في اولى ثانوي متارجت ان انا نفسي اخش كليه حقوق، وطبعا ده كان في اعتراض كبير من اهلي ومن زمايلي ومن اي حد حتى بقول له الموضوع ده. ولما دخلت الكليه واصريت على رايي وقدرت اني ادخلها، دخلت جوه لقيت معظم زمايلي ما كانش عندهم نفس الفكره دي. كل اللي جه الكليه جه علشان مجموعه جابه هنا او هو ده اللي جاله في التنسيق، او حتى دي كانت احسن الخيارات الموجوده قدامه. لقيت زمايلي حتى ما يعرفوش عن فرص العمل المتاحه ليهم في الكليه، ما يعرفوش ايه اللي موجود وايه اللي متاح. هم كل اللي في دماغهم نيابه ومحاماه، ما يعرفوش عن اكتر من 20 فرصه عمل موجوده. هنا قررت ان انا اخد خطوه ايجابيه. حسيت ان انا عليا امانه، معايا رساله لازم اوصلها، لازم اوضح للناس اللي هم مش عارفينه عن الكليه. وقدرت انا وجزء من زمايلي ان احنا ناسس نشاط طلابي في الكليه. النشاط الطلابي ده كان اول نشاط طلابي في كليات الحقوق في مصر. هدفه ان هو يغير الفكره الغلط المنتشره عن الكليه في المجتمع عامه، ان هو يغير فكر طلبه الثانويه العامه اللي هم تقريبا الاودينس الجاي للكليه، وان هو يوعي طلبه القانون نفسهم بمجالات العمل الموجوده ليهم اللي هم ما يعرفوش جزء كبير عنها. بالمناسبه تقريبا هي دي كانت الفكره اللي اتبنت عليها كل الانشطه الطلابيه، ان انت في حد انت هتبدا بفكره هتلاقي الناس بتسندك، هتلاقي الناس بتدعمك، هتلاقي ناس عندهم نفس الفكره، ابدا انت بس بيها. سنه 98 كانت في محاضره في كليه الهندسه جامعه القاهره في ماده اخلاقيات المهنه. كان المحاضر دكتور شريف عبد العظيم، وكان المحاضره محتواها عن ازاي ما تقولش انا مالي. بعد المحاضره راح خمس طلبه للدكتور قالوا له يا دكتور احنا عايزين ما نقولش انا مالي. فقال لهم وانا كمان هنعمل ايه؟ الطلبه دي بدات تجمع بعض لحد ما وصلوا من خمس طلاب لستين طالب، اسسوا اسره في الجامعه. الاسره دي وصلت لاكبر جمعيه خيريه تطوعيه في مصر بتساعد النهارده 2 مليون مستفيد سنويا. كل ده علشان في ناس قررت ما تقولش انا مالي. التطوع بقى هو الحل. انت لما تشوف مشكله وتحاول تتدخل فيها عشان تغيرها فانت كده اتطوعت. ده ما كانش مطلوب منك، انت مش تاخد عليه اجر، بس هو بقى لازم. انت لما قررت انك تتدخل في حاجه فانت احدثت اثر، غيرت حاجه شر كان هيحصل. ده اللي بقى مطلوب مننا حاليا، ان انت تفكر في فكره التطوع. ما بقاش ينفع ان انت تفضل كافف ايدك عن كل اللي بتشوفه. دلوقتي بقيت مطالب ان انت تساعد غيرك.
المشكله ان انت بتقعد تفكر ان انا طب هتدخل، طب ايه اللي هيحصل. حتى لو تفتكروا برنامج الصدمه كان اللي هو اصلا معمول علشان هدف ان الناس تبطل تقول انا مالي وان هي تتدخل لو في مشكله، كان 1 من 10 اصلا بيتدخل بيحتاج دقيقه او 2 لحد ما يقرر ان هو هياخد خطوه ويغير اللي بيحصل ده. اللي بقى حصل حاليا ان الناس بقى عندها بطء في اتخاذ القرار، بقى عندنا خوف من رد الناس علينا، بقينا خايفين ان حد يقول لك طب انت مالك انت بتتدخل ليه. الناس واخده مبدا ان تدخل فيما لا يعنيه سمعا ولا يرضيه بطريقه غلط. ما تتدخلش في حياه الناس الشخصيه والامور المتعلقه بيها، بس ما يكون الموضوع ليه علاقه باذيه هتحصل لحد او اذى هيكون في المجتمع انت قادر انك تمنعه، فهنا ده دورك وده وقتك وانت لازم تكون هنا. ما تخافش ان حد يقول لك انت مالك علشان هي دي المشكله. ما تخافش طول ما انت عارف ان ده صح وانت هتتغير، المهم انك منعت الغلط اللي كان هيحصل، ولا تخاف من الحق لو ما تلاقي، وما تقولش انا مالي. شكرا.